عدنا ناخذ الكودة. الكودة عدنا أول حالة هي زيرو كودة، يعني ماكو تحت الكودة أي، مثلا كلمة آي اللي هي عين، الآي هي كتابتها الصوتية هيك، يا فقط نيوكلياس، نيوكلياس نواة، الأونست، الأونست ماكو، والكودة ماكو، هذا يسموه زيرو كودة. نانا هذا الزيرو كودة يعني ماكو حرف تحت الكودة. إذا قلت شنو معنى زيرو كودة؟ تعريفها الخاص هي no consonant، لا يوجد حرف صحيح under the code، تحت الكودة. النوعية الثانية عندنا one consonant، حرف واحد تحت الكودة، مثلا هو عندنا حرف مثلا car، نانا الار ما يجي تحت الكودة، ما يجي تحت الكودة. المهم هو عندنا one consonant under the code، ما عدا except ال h وال w وال y وال r، هذن ما يجن تحت الكود هذن، لأن ما إحنا بلغتنا البريطانية ما عدنا r تلفظ تحت الكود، ولا y ولا w، وال h أيضا ما عدنا كلمة باللغة الإنجليزية نهايتها يكون حرف h، فهذني special except، تخاف تجي صح وخطأ فراغات انتبهي لأن ذني ما يجن تحت الكود. عندنا one consonant يجي تحت الكودة يسموه final، بس بدون هذن الأحرف، هذن شواذ ما يجي تحت الكودة. عندنا أيضا sequence يسموه final cluster sequence، هو يا أما من two consonant أو three consonant. نأخذ أول شيء النوعية اللي هي two consonant، راح ينطونا عندنا إحنا بالinitial cluster بالبادئة، عندنا الاس فقط نطلق عليه بري انيشال، لكن بالخاتمة عندنا شيء مختلف، عندنا حروف نيزل اللي هي الام والان والانج، ما وياهن الال الليترال والاس الاحتكاكي، الشارة كان كلهن بتسمية بري فاينل، ما عدا ذن الاحرف ما نطلق عليهن، فقط تسمية فاينل، والحرف اللي يجي وراهن الثالث هو بوست فاينل. هسه ناخذ التو كونسوننت، عندنا لهذن الام والنا واللا والج والانج والاس هي بري فاينل، مثلا كلمه بامب نجي انزلها تحت الشسمه البامب. عندنا الانسيت هي بي لنيوكلياس يو، الام بي عندنا الام شنو نطلق عليها بري فاينل، والبي هي فاينل. ناخذ كلمه ثانيه بنت نجي نكتبها تحت الشجرة، هذا onset، هذا nucleus، هذا الN نقول عليه pre-final، والT فقط نطلق عليه final، T فقط final. نأخذ كلمة أخرى اللي هي plat، الonest هي B، النيوكلياس هي E، الLT هي code branch متفرعة، الال اسمه بري فاينل، والتي فقط اسمه فاينل. ليش؟ لان هو قال لي كل ام كل او كل ان كل اس نطلق عليها تسمية بري فاينل، واليجن وراها نطلق عليهن فقط فاينل. عندنا بنك الان كي، الان كي الان بري فاينل، والكي فقط نطلق عليه فاينل. هذا شنو سيكونز من تو كونسوننت، من تو كونسوننت، هذا من جريتشارد من تو كونسوننت، هذا منطيش امثله موجوده ايضا بالكتاب. عندنا تو كونسوننت اذا ما من ضمنهم اس، اذا ما وياهم اس نفس الحاله مال بادئه، اذا ما وياهم اس راح يصير عندنا بس فاينل وبوست فاينل، راح يصير عندنا زين. عندنا هنا اذا عندنا تو كونسوننت حرفين لكن مو من ضمنهن ذني ما موجودات وياهن، ايش نطلق عليهن؟ نطلق عليهن فقط كلمه فاينل، والثاني اللي يجي نطلق عليه بوست فاينل، مثل كلمه بيتس الدي اس هنا، الدي هل الدي البادئه مال السيكونس احد ذني الاحرف؟ لا ما موجوده، اذا فقط اذا ذني جني جوا الكود اطلق عليهن هذا فاينل، والاس اطلق عليه بوست فاينل. على فكره الاس فقط اذا يجي كبدايه مقطع اطلق عليه بري فاينل،
أو يجي بداية الأونست أطلق عليه brief initial، لكن إذا يجي كثاني أو كثالث نفس الأحكام تنطبق على بقية الحرف تنطبق عليه. هنا الاس post final والدي هو final. فيقول لك إذا ما عندنا هذين الأحرف راح نشطب كلمة brief final من القاموس، راح نعاملها معاملة الفاينل، والثاء اللي يجي وراه نطلق عليه بوست فاينل. فهنا النوعية الثانية عندنا فاينل وبوست فاينل، النوعية الأولى عندنا بري فاينل وفاينل، نفس البادئ مثل البري انيشال والانيشال، والنوعية الثانية انيشال وبوست انيشال، عرفتوا نفس الشيء. هنا هم فاينل وبوست فاينل نفس البادئ. مثل عندنا كلمة بيد تيست الاس تي هنا الاس هنا هذا بري فاينل، بري فاينل هنا هذا فاينل. الايث الثي هنا هذا فقط فاينل. عندنا النوعية الثالثة ثري كونسوننت، هي ثلاث حروف صحيحة تيجي كنهاية. شو نطلق عليها؟ الاول اطلق عليها اذا كان احد ذني الاحرف اطلق عليه بري فاينل، واللي يجي ورا اطلق عليه تسميه فاينل، واللي يجي ورا اطلق عليه بوست فاينل. مثل كلمه سليبت، سليبت البي تي، البي هو مو من ضمن ذن الاحرف فما اطلق عليه بري فاينل، اطلق عليه فاينل وهذا بوست فاينل. البونتس هذا ثلاثي، ثلاثي الان هاي بري فاينل لان موجوده من ضمن ذني، هاي بري فاينل هذا فاينل هذا بوست فاينل. الاس لان جاء اخير واحد صار اسمه بوست فاينل، لان هو بري فاينل وفاينل وبوست فاينل، هذا القانون تمشين عليه. هو قال قانون مثل المعادلة، اذا تضبطي راح ترتاحين. مثلا عندنا بانكس الان كي اس، هذا هي كل شيء ورا حرف الفاول راح تعتبري كودي، كل شيء ورا حرف الفاول. ان كي اس الان نعتبرها احنا بري فاينل لان الان احد ذني الاحرف، الكي نعتبرها فقط فاينل، الاس نعتبرها بوست فاينل لان هو الثالث حرف. موجود عندي بالجدول هسه اشوف لكم اياه. زين النوعيه الثانيه اذا ما عندي احد ذني الاحرف يعني جني غير احرف ما راح اقدر اكتب بري فاينل، راح اشطبه بالقاموس، راح انزل الفاينل والبوست فاينل 1 وبوست فاينل 2 لان لازم ثلاثه. فالاول راح يصير اسمه فاينل لان هو مو من ضمن ذني، ما يصير اكتب عليه بري فاينل. النوعيه الثانيه اكتب عليها بوست فاينل 1 وبوست فاينل 2. مثل كلمه فيفث هذا الاف والثي والاس ثلاثي، الاف هو مو بري فاينل لان مو من ضمن ذني، راح اكتب عليه فقط فاينل. الثي اللي هو ايه هذا راح اكتب عليه بوست فاينل 1، والاس راح اكتب عليه بوست فاينل 2. تثبت القانون، هي معادلة إذا بتضبطيها عندنا هاي نيكس دائما يجيبها. الأكس أفتح أسوي كاسة، الأس أفتح أسوي كاسة كاسة، والت أنزلها، الت أنزلها هنا هذا ثلاثي كاسة ت، وبالطباعة يمكن صاير خطأ، هنا الك هنا الأس وهنا الت متحركات بالطباعة. عندنا next، next ندخلها syllable. عندنا onset، onset الn نيوكلياس e. next الks هو شنو؟ هو x، حرف x، نجي نفتح x يتحول لنا الى كيسة، كيسة هو هاي next، حرف x نفتحها راح يتحول الى حرفين كيسة والت هاي ثلاثي. زين الك هل نعتبره بري فاينل او فقط فاينل؟ فقط فاينل، نطلق عليه فاينل. الاس بوست فاينل، بوست فاينل.
والتي هذا بوست فاينل وان، هذا بوست فاينل تو. ترى يريد كتابة بالمحاضرة كتبها بيش طريقة، لازم تكتبين فاينل بوست فاينل وان بوست فاينل تو، مو بس ترسمين السليبل. عندنا نوعية أخرى اللي هي فور كونسوننت، أربع حروف. شنو هي الأربع حروف؟ مثلاً 12 تجين ورا حرف العلة، تبدين تحسبين كم حرف عندي ورا حرف العلة. 12 F F S L F 2 3 4 من نجي هاي L F والإف والأس، هاي ماتي القافية، القافية 12. هذني عدي الأل، الأل من ضمن ذني، أي من ضمن ذني الأل، شطلق عليه بري فاينل. من نجي أكتب هاي 12، الأل شطلق عليها بري فاينل، بداية النهاية. الأف شطلق عليها فاينل، الاف شطلق عليه بوست فاينل، بوست فاينل 1، والاس بوست فاينل 2. معادله حيل بسيطه وما تدوخك. هذا تونا حلينا، نفتح الكيس والتي والاس، هاي وحالها هنا نشوفه، كيس فتحنا والتي والاس، هذا فور، هاي تحت الكود. هي الكود تسوينها برانش تفرعات، هي نيكست الان اونست النيو كلاس اي، نيكست الاي هنا هي نيكست اي، هي تكست مو نيكست، تكست بس هو غلطان صححها ترى بالمحاضرة، بس هم عندنا اكو كلمة نيكست بس هي تكست. عندنا هنا ك س ت س، هنا أنا الك نطلق عليه شنو؟ فاينل، فاينل نهاية. الاس بوست فاينل، بوست فاينل 1، ال تي بوست فاينل، بوست فاينل 2، والاس الاخير بوست فاينل 3، بوست فاينل 3. هذا طبقت القانون الاخير اللي هو شنو؟ يا اما يكون بري فاينل، يا اما يكون فاينل، بوست فاينل 1 بوست فاينل 2، او حتى اذا اربعة بوست فاينل 3. فهنا أنا هاي الكلمة ما عندنا الكي مو من ضمن ذني، الكي مو من ضمن ذني، فما أقدر أكتب عليه بريفانر، راح أكتب عليه